بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب. السلام عليكم أينما كنتم، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكون صحتكم مزيانة، تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم عندنا موديل صيفي جديد. أول حاجة غادي نديروها، أنا كنطوي التوب على جوج، من بعد كنعاودو نطوي على أربعة بالقياس ديال الجلايل اللي حنا بغينا نديرو فيه، يعني العبار ديال الجلايل هو اللي كنطويو هنايا. غادي نبداو ان شاء الله على بركة الله. غادي نطبقوا المقاسات. عندنا العبار ديال الكتف هنايا عندنا 21 سنتيم، الرقبة ديال الخلف هنايا غادي نفصلوا الخلف والامام بجوج خطرة، من بعد غادي نحيدوا الامام ونديروا عليه التعديلات. كما قلت لكم الرقبة ديال الخلف غندخلوا ب 8 ديال السنتيم وغادي ننزلوا بجوج، كنطيحوا الكتف هنايا 3 سنتيم وكنديروا في التركيز 26 سنتيم. غادي تكون عندنا هنايا واحد تقطيع على مستوى الابط، هنايا عند النقطة 16 سنتيم كندخلو بواحد سنتيم، وهنايا كنطلعو بثلاثة سنتيم وكنديرو تقويرة ديال الابط. هنايا العبار ديال الصدر، العبار ديال الصدر كتاخدو كيف ما وريتكم الطريقة ديال اخذ المقاسات، كتاخدو يعني المترو كدورو على الكليانة وكديروا 4 ديال الصبعان، كتشدوا العبار اللي لقيتوه وكتقسموه على جوج، من بعد كتقسموه على 4 وكتزيدوا عليه 2 ديال السنتيم ديال الخياطة. غادي نزلوا من هنا لهنا ب 14 سنتيم وكنديروا العبار ديال الحزام، كتعاودوا تهبطوا من هنا من البلاصه اللي خديتوا فيها الحزام، كتعاودوا تهبطوا ب 14 سنتيم كذلك وكديروا العبار ديال لي هونش يعني العبار ديال الوسط، وكتاخذوا الجلايل اللي نتوما يعني طويتوهم، العبار اللي بغيتوا نتوما ديروا في الجلايل يعني 40 سنتيم 42 41 على حسب، يعني هذه بيجاما ديال الدار على حسب نتوما. انا هنايا في هذا الموديل خديت 45 سنتيم، يعني كنلاقيو النقطه ديال لي هونش مع النقطه ديال الجلايل. بالنسبه للامام يعني هنايا غادي يكون عندنا الامام فيه واحد اختلاف، هنايا غادي ننزلو من هنايا لهنايا ب 20 سنتيم وغادي نخرجو هنايا ب 6 سنتيم. المسافه هنايا هي اللي غادي تكون زايده عندنا في الامام، يعني كناخذوا هذه المسافه هنايا كنعاودوا نهبطوا من هنايا هنا، كنعاودوا نبدلوا دوره الابط هنايا في هذه البلاصه. هانتوما هذه المسافه اللي عندنا هنايا هي اللي كتبدلنا لهنايا صافي، وكنخرجوا كنزيدوا حتى لحدا دوره ديال لي هونش، يعني هنايا بغيت الزياده تكون خفيفه فقط. صافي هنايا انتم كيف ما كتشوفوا انا قطعت، دابا انا قطعت الامام والخلف بجوج في خضره، من بعد عادي نحيدو الخلف وعندي التعديلات على الامام، وكذلك هنايا عادي نحيدو الامام وعادي نديرو التعديلات على الخلف، يعني عادي نقطعو ديك الزياده. انتما كيف ما كتشوفوا حطوا معايا البال، وانتما تشوفوا هذا اللي غنحيدو هو الامام، من بعد نديروا عليه التعديلات وغتشوفوا الطريقه ان شاء الله. والخلف غادي نحيدو ديك الزياده اللي حنا درناها باش يكون عندنا الخلف عادي ان شاء الله. انا هنايا حيدت الامام، ثم شوف الطريقة. بالنسبة للأمام انتم كيف ما كتشوفوا كنطويو وكنرطو كيف ما كان عادي، باش غادي نديرو التقطيعة اللي قلت لكم على مستوى الصدر، وكذلك نديرو الرقبة ديال الأمام ان شاء الله.
نكحس لكم هنايا باش يجي واضح ان شاء الله. بالنسبة للرقبة ديال الأمام غادي ننزلو هنايا ب10 سنتيم، هنايا غادي ننزلو ب1.5 سنتيم، غادي ننزلو من هنايا حتى لهنا ب30 سنتيم، وغادي نمشيو حتى لديك البلاصة يعني عند 20 سنتيم اللي خرجنا فيها، اللي كنا نزلنا فيها من قبل. يعني هادو هما التعديلات اللي غادي نديرو على الامام ان شاء الله. غادي نديرو التبطين للامام، كناخدو شويه ديال الثوب اللي بقى لنا كنطويو على جوج، يعني كناخدو ديك اللي قطعنا ديال الامام الجهة المسدودة على الجهة المسدودة. هذه هي الطريقة ديال التبطين، انا فايت لي شاركتها معكم صافي، وكنقطعوا العبار اللي حنايا بغيناه ان شاء الله. بنفس الطريقة كنخدموا التبطين ديال الخلف، يعني دائما خذوا البلاص ديال الثوب اللي شاط لكم اللي نتوما ما عاديش تحتاجوها. هكذا كنديروا التبطين ديال الخلف، ممكن انكم تنزلوا الخلف كذلك بنفس الطريقه اللي خدمنا بها الامام. دابا هنايا غادي نخدموا الجيب، هادشي اللي بقى لنا هنايا ديال الثوب كنخدموا به الجيوب، من بعد ان شاء الله غنخدموا الاكمام. الجيوب كما سبق لي شاركتها معكم كنديرو في العرض 19 حتى 20 سنتيم، وفي الطول 27 سنتيم. هادشي اللي بقى لنا دابا ديال الاكمام ديال الثوب، غادي نفصلو بيه ان شاء الله الاكمام. كنطويو الثوب على جوج، من بعد كنطويو على 4 القياس اللي بغينا. انا هنايا خديت 27 سنتيم، نزلت هنايا ب10 سنتيم، كنخلي جوج حتى 3 سنتيم باش ما كتجينيش ديك التقربيعه في الفوق ديالكم، وكنقسم المسافه اللي بقات لي على جوج، من بعد كنقسمها على 4. هنايا دوره الذراع لانها كتختلف، كاينين السيدات اللي عندهم ديك الحيمه تما تقدر تشيها بيجاما يعني مزيره من الذراع الا ما خديتوش العبار. كناخذوا الطول ديالكم يعني على حسب الرغبه ديال الكليانه ديالكم، وكتاخذوا العبار اللي غادي تنيو فيه راسلكم. هنايا انا خديت 17 سنتيم نسبه لراسلكم، كناخذوا هاد المسافه كنقسموها على جوج وكندخلوا بسنتيم صافي هكذا، وكنقطعوا اكمام ان شاء الله. هذا هو الموديل ديالنا، الخياطة ان شاء الله نشاركه معكم فيديو اخر باش ما يجيكمش فيديو طويل ان شاء الله. هذا ماشي عباري يعني جايني كبيرة، ولكن لبستها باش نوريكم الطريقة يعني الشكل ديالها النهائي كي كيكون. الى فيديو الخياطة ان شاء الله، خليتكم بألف خير.